تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من قدسة البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان تتعلق بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق بين مملكة البحرين والفاتيكان وتسلم الرسالة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية سعادة المطران يوجين مارتن نوجنت سفير الكرسي الرسولي الفاتيكان المعين في مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت. وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال نشر قيم المحبة والسلام بين شعوب العالم. وتعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي وحريه الاديان والمعتقدات